ونبدأ مشاهدينا بفقرة الصحافة واستعراض لأهم عناوين ونشطات الصحف الصادرة صباح اليوم. واللي بنورنا لتحليلها كالمعتاد الكاتب الصحفي المتميز والباحث في الإسلام السياسي الأستاذ حسام الحداد. أستاذ حسام أهلا بيك ومنورنا. أهلا بيك يا فندم. صباح الخير يا فندم. نهارك سعيد. نهارك سعيد يا فندم. أخبار كتير النهاردة إن شاء الله ومهمة. مهمة جدا. مهمة جدا. طيب خلينا نبدأ أخبارنا من جريدة الأخبار صفحة 1 والسيسي نرسخ دولة القانون ونحافظ على الأمن والاستقرار. هو ده التصريح ده جه في آخر لقاءات السيسي في واشنطن كان مع تيد كروز اللي هو أعلن أن الإخوان جماعة إرهابية ومقدم مشروع بدال الكونجرس وبالقطع أن محاربة الإرهاب شيء مهم جدا وبتقوم به الدولة الفترة اللي فاتت بشكل جيد إذا كان على مستوى الداخل أو على مستوى سيناء، يعني إذا كان في الوادي أو في سيناء. إذا كان في سيناء يشوف بعض القصور اللي بنقول هي ناتجة عن طبيعة الجو وطبيعة الجغرافيا وطبيعة المنطقة في سيناء، ولكن إلى حد ما محققين نجاحات في صد الإرهاب في سيناء بشكل عام. لا خلينا نتكلم يا فندم عن ملحمة جبل الحلال كمان. طبعا لا في حاجات كتير بتحصل في سيناء وبتتم، وفي حاجات أكتر برضو الإعلام مش مغطيها بشكل كويس. طبعاً. ودايما بنقوله إن الحرب على الإرهاب بتبدأ بالفكر وآخر مرحلة هي مرحلة الضربات العسكرية أو الضربات المسلحة، ولكن ده في إطار ما يكون عندك أريحية في التعامل، إن الإرهاب ما بيهاجمش، ولكن الوضع في سيناء مختلف، فبدأنا بالسلاح وبننتهي بالفكر، ونتمنى أن يحصل تنمية قريب في سيناء، لأن التنمية زي ما بنقول دايما هي بتصد الـ بس خلينا نقول كمان الحادثة الأخيرة اللي حصلت في طنطا كمان يا فندم، ضرب الكمائن ده منتشر بشكل او باخر على فترات كبيره، يعني لما بنلاقي وده وقلنا لما حصل حادث الهرم او حادثي الهرم في التتابع بتاعهم قلنا ان الكمين الثابت الثابت دايما هو بيكون مستهدف، وعلى الداخليه انها تعمل كمائن متحركه وتغير اماكن الكمائن من وقت لاخر عشان برضو ما يتعرفش مكانهم وكده. وزياده العمليات الاستخباراتيه ضد الارهاب ده شكل مهم جدا، وعلى الشعب ان هو يحاول يساعد في ده بشكل ما او باخر. في دوله القانون نعم نحن نحتاج إلى دولة القانون بشكل ما أو بآخر، يعني مثلا اللي حصل في الأقصر محتاج دولة القانون، اللي بيحصل من تهجير بعض العائلات المسيحية في حالات الالتهاب الطائفي، بلاش نقوله الحرب الطائفية أو عشان الكلام الكبير ما يبقاش يتاخد علينا، لا المسألة محتاجة دولة قانون، مش دولة أحكام عرفية ودولة حل عرفي من بين القبائل وبعضها أو بين العائلات وبعضها. على سبيل المثال اللي حاصل في طفلة تم اغتصابها من فترة، عايزين في مدرسة في خمسة ابتدائي تم اغتصابها من قبل طفل برضه في نفس المدرسة، الناظر عايز يحل المسألة ودي بين العائلتين وينقل الولد من المدرسة. فطبعا ده ما ينفعش، يعني القانون لابد أن يأخذ مجراه، وحالة ما القانون يطبق لن تجد إرهاب، لن تجد مشكلات طائفية، لن تجد مشكلات بلطجة، لن تجد مشكلات كبيرة جدا، شريطة أن يطبق على الكبير والصغير. صحيح. وزي ما حضرتك قلت برضو محاربة الفكر، محاربة الفقر، البطالة، طبعا وغيرها للقضاء على الإرهاب. هي في معادلة بسيطة جدا للحرب على الإرهاب، واحد الفكر، اثنين الفن، مهم جدا ان احنا نحارب الارهاب بالفن، واعتقد ان من اشهر الناس اللي عملت ده السيناريست العظيم وحيد حامد، اذا كان مع عادل امام او غيره عملوا ده وقدروا ينجحوا. فاكرين كلنا لما احداث اسيوط كانت حاصله فاوجهها عادل امام نزل بمسرحيته اسيوط وعرضها في اسيوط ومجانا للناس، فكان نوع من انواع محاربه الارهاب. نتمنى ان دور الفن يرجع تاني، نتمنى ان دور المثقفين ياخدوا دورهم بشكل جيد، ووزاره الثقافه تعمل على ده بشكل جيد بالتضافر مع وزاره التعليم ومع الازهر، لان الثلاثه بيشكلوا سيمفونيه مهمه جدا في محاربه الارهاب. صحيح. عربيه نيوز، واشنطن تقذف بالصواريخ قاعده عسكريه للنظام الاسد
وروسيا تقول انها ستدعو لجلسه عاجله في مجلس الامن. ده لسه فجر النهارده. فجر اليوم تم الاعتداء الغاشم على اهم قاعده جويه في حمص من قبل القوات الامريكيه. راح ضحيتها اعداد لم يصرح بها الى الان. للاسف الشديد لم يخرج تصريح عربي حتى الان. روسيا التصريح الاخير لسه من بس كان في تصريح للسعوديه يا فندم ان هي بتؤيد الضربات العسكريه. السعوديه ايدت هي واسرائيل. يعني اسرائيل والسعوديه ايدوا الضربه العسكريه. وايران متهيألي ما ايدتش. ايران لم تؤيد الضربه العسكريه وايران طلبت بجلسه عاجله في مجلس الامن عشان ولكن يبدو ان الردود او البيانات هتبقى تباعا في هي ما زلنا في انتظار ردود وبيانات. ولكن العمل اذا كان راجع على مساله شيخون والكيماوي فنحن نتذكر ان الكيماوي خرج من تحت يد الجيش السوري بمراقبه دوليه تابعة للأمم المتحدة وعلى رأسها أمريكا وخرج على باخرات روسية. ومن المفترض أن الأمم المتحدة هي التي صفت الكيماوي الذي كان تحت حوزة صدام ده المفترض. أيوة تحت هذا حدث ورأيناه على شاشات التلفزيون. تمام. ولكن ستدعو روسيا مجلس الأمن لجلسة العاجلة بالرغم من أن هناك تصريح للخارجية الأمريكية أنها أخطرت القيادة الروسية قبل الضربات. هناك تصريحات كثر يعني التصريحات كتير في من كل اتجاه. ولكن جلسة مجلس الأمن هي اللي تحدد إذا كان هناك تصريح بالفعل أو هناك إخطار بالفعل للقواعد للقوات الروسية أم لا. لأن الخارجية الأمريكية قالت نحن راعينا أن لا يكون هناك جنود روس أو سوريين في المطار قبل ضرب. وبناء عليه والمطار في مين طيب؟ وبناء عليه ما هنا المسألة. وبناء عليه أنها لم تخطر. يعني التصريحات الأمريكية نفسها متناقضة وبناء عليه أنها ما أخطرتش. يعني إلى الآن نشك في إخطار القوات الروسية. ولكن المسألة في سوريا زي ما بنقول دايما أنها مسألة ملتبسة. هناك مصالح لمجموعة من الدول، مصالح روسية ومصالح أمريكية ومصالح إيرانية ومصالح سعودية. كويس. السعودية وقطر وتركيا تدعم بشكل كبير جدا جبهة النصرة والجيش الحر وداعش في سوريا. كويس. بالتوافق مع أمريكا. روسيا وإيران تدعم بشار الأسد. كويس. هنا المعركة من ينجح ليس الشعب السوري ولكن من ينجح هو من يقتل الشعب السوري. طب خليني يا فندم عشان برضو اللي فيه التباس في الموضوع، لأن من الجاني في ضرب الكيماوي اللي احنا شفناه على الشاشات من كام يوم؟ هل المعارضة السورية يعني أم النظام السوري؟ هنسأل سؤال بسيط جدا، هل الكيماوي يصيب الأطفال ولا يصيب الكبار؟ لما كان في الكبار كمان. هل الكيماوي يصيب الأطفال والكبار ولا يصيب المصورين الذين يصوروا المشاهد حال الضرب؟ كويس. دي حاجات مهمة جدا مش واضحة يا صاحبي. نمرة 2 أن داعش وجبهة النصرة تملك كثير من الغازات. كويس. ولم يتم التفتيش عليها حتى الآن. بينما تم التفتيش على ممتلكات الجيش السوري من قبل الأمم المتحدة بالغازات الموجودة منه وتم السيطرة عليها وتم أخذها وشحنها في بواخر روسية برقابة من الأمم المتحدة من شهور قليل. إذن من أين تعلم فمن أين جاء الكيماوي؟ لا استاذ حسام زي ما حضرتك قلت يمكن في مصالح ودول هناك كثيرة مصالح جدا. هناك مصالح والمصالح الروسية تغلبت هي والإيرانية الفترة الماضية وارتفعت أسهم بشار الأسد. هذا لا يرضي الأمريكان وهذا لا يرضي الأتراك وهذا لا يرضي السعودية وهذا لا يرضي قطر. وبناء عليه أتت الضرب. فلا بد أن يقسموا ظهر بشار الأسد للحفاظ على مناطق نفوذه. وهذا كله ضد الشعب السوري وليس في مصلحة الشعب السوري. وليس هناك معارضة اسمها المعارضة المسلحة في أي مكان في العالم. تمام. معارضة إنها معارضة مسلحة يبقى خارجين على النظام ولا بد أن يبادر. هي الجملة واضحة قولا واحد صحيح. معارضة مسلحة بالضبط. وفعلا أول مرة نسمع مصطلح معارضة مسلحة يعني. طيب. نروح لجريدة الأخبار والمصلحي لن نحذف أي مواطن مستحق للدعم من بطاقات التمويل. قبل حضرتك بس ما نعلق على الخبر احنا لنا حتى زملاء وهم بيكلموني بيقولوا لي انا اتشال ابني الفلاني واتشالت زوجتي ولا اخره من بطاقات التمويل. نعم نعم
هناك أرامل ومطلقات تم حذفهم من بطاقات التموين، وتم سحب بطاقات التموين من الأرامل والمطلقات. هل هؤلاء لا حالات فعلية؟ أيوة حالات فعلية، وهناك شكاوى كثر، يعني شكاوى كتير جدا بتجيلنا في الجورنان أو بتجيلنا على الميل أو بتجيلنا في الشارع وإحنا ماشيين، مجرد ما حد يعرف إنك صحفي يقول لك يا أستاذنا ما تكلم لنا في التموين عشان الناس شالونا وأنا أرملة وعندي خمس عيال وما بشتغلش. والله ده أنا على باب الله مهنة جديدة على الشعب المصري، مهنة الدعم. على باب الله يعني أصبحت الدعم. مهنة جديدة. الذي يستحق الدعم كل الشعب المصري، 80% من الشعب المصري يستحق الدعم، ولا والدعم مش كيلو زيت، يعني مفيش فرد في العالم، مفيش فرد في العالم هياكل كيلو رز في الشهر كويس، مفيش فرد في العالم هيستهلك كيلو سكر في الشهر. وما تقوليش الدعم بيكلفني 62 مليار جنيه، لان 62 مليار جنيه دول من ضرائب مستقطعه انت بتاخدها مني، واخرها من ضريبه القيمه المضافه اللي انت اضفتها عليا وحملتني عبء لا استطيع تحمله كويس. هناك منظومة مهترئة من التموين أو من الدعم أو من التضامن الاجتماعي لابد أن نعيد النظر فيها. سيد حسام حضرتك برضو كويس. تؤكد على كلام أنه لازم الدعم يوصل المستحقين، أي في دعم ما بيوصلش المستحقين، الدعم الذي تاخد الدعم، الدعم الذي لا يستحق، الدعم الذي يصل لغير مستحقيه هو دعم الطاقة التي تعطى لشركات الأسمنت. لا وفي أكل كمان، وفي أكل زيت وسكر بيروح للناس. يا سيدة الفاضلة، يا سيدة الفاضلة، الزيت والسكر سهل، الزيت والسكر سهل، مش دي القضية. إنما لما تدعم مصانع الأسمنت بمليارات الجنيهات في الطاقة، في الطاقة كويس، وهذه الشركات تبيع لي السلعة بالسعر العالمي كويس، طب ما تحاسبني أنا كعامل بالسعر العالمي. هو أنت بتحافظ على السلع وبتضخ فلوس دعم للسلعة عشان توفر سلعة، والعامل اللي هو منتج السلعة مش بتدخله فلوس عشان تقيم أوده عشان حتى تحافظ عليه عشان ينتج لك. ما انا لو جيت عليت الأسعار برضه في الطاقة وشلت الدعم عن الطاقة عن أفراد يا فندم برضه هتحصل مشكلة. لا يا فندم، لا يا فندم، لو في الراجل شغال على عربيته، انا بقول على المصانع، ماشي، انا كمان بقول على الافراد، انا بقول على المصانع. الطاقه لابد ان تدعم للافراد، ولكن المصانع التي تبيع لي السلعه بالسعر العالمي لابد ان تاخذ مني الطاقه بالسعر العالمي، وهذا حقي كويس، لابد ان تاخذ جميع خدماتها بالسعر العالمي كويس، لابد ان تاخذ مواد الانتاج بالسعر العالمي. صحيح. عندنا شركات الاسمنت بتاخد طن الطفله بكام؟ بقروش، يعني ب3 جنيه مثلا. وتبيع بكام؟ تبيع طن الاسمنت بمئات الجنيهات. لازم يكون فيها رقابه، لازم يكون في رقابه، فلابد ان اعادل هذه الميزانيه. دينا عندنا خبر قريب من، معلش، قريب من الكلام حضرتك بتقول. الاخبار الصفحه الاولى: ركود في الاسواق لارتفاع الاسعار. هنا 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 ما الحكومه حطت نفسها في ازمه. انت بتقول لي على سبيل المثال كويس، هو قال عجز الموازنه هنحاول نخفضه من 200 مليار جنيه ل 160 مليار جنيه. طيب ده يتم ازاي عجز كويس؟ طيب انت هتعمل ده هتجيب منين؟ من المواطن. كويس؟ أيوه. طب ما انت هتجيب من المواطن بيؤدي الى حالات ركود. بالزبط. لان الاسعار بتعلى، بيؤدي في النهايه الى تحاليل تضخم، بيؤدي في النهايه الى انتكاسه اقتصاديه. كويس؟ مش عارف ليه ولما تيجي تحسبها. هو ده خافي عن خبره يا استاذ، مش يعني خافي اختراع العجله يعني. انا مش راجل اقتصادي. ايوه فندم، بس احنا بنسمع عندنا خبراء اقتصاديين لابد ان تتعامل معاهم الحكومه كويس. يا دكتور استاذ حسين، معلش، اصل انا يعني شفنا المشهد ده اتكرر اكتر من مره، سياده الرئيس بيقعد مع رئيس الوزراء وكذا مره بيتكلم عن خطه ل يعني ازاي نقدر نحد من ارتفاع الاسعار، ويبقى في خطه، مفيش حاجه بتحصل، مفيش حاجه بتحصل معالجه حقيقيه وصحيحه بهدوء وبالراحه. مفيش حاجه بتحصل ليه؟ لان انا ما بنتجش. مجرد ما انتج الدولار هيقل، مجرد ما انتج الدولار هيقل، الاسعار هتتراجع، لان هيبقى فيه فائض عرض، لما يحصل فيه فائض عرض هيقل الطلب. جايز دينك توصل كمان الرقابه على الاسعار يا حسام، هنجلها كويس. يعني انا في الاساس اصل رقابه على الاسعار وانت بتستورد مفيش رقابه، مش هتقدر تادي رقابه. لا المشكله ان احنا ما بننتجش كمان، هي المشكله الاساسيه ان انت ما بتنتجش، انت بتستهلك يعني من حجم استهلاكك 70% مستورد.
وبناء عليه وبناء ده في بعض السلع أكثر. يعني مثلا في الزيوت انت بتستورد 90% كارثة. في الفول اللي انت بتفطر بيه الصبح اللي الشعب المصري كله بيفطر بتستورد 85% كويس. وبناء عليه انت ما بتنتجش. طيب اعمل ايه عشان انتج؟ بدل ما اعمل 100 صوبة هيكلفوني 40 مليون جنيه كويس، ما انا ممكن اروح ازرع في السودان مثلا، اروح ازرع في اثيوبيا مثلا كويس. لا الصوبه مش هتديني، ايوه الصوبه مش هتديني نفس كميه الانتاج اللي بتطلعها لي الارض بشكل عام كويس. استثمر الفلوس دي في اي دوله من دول الجوار اللي عنديها اللي عندها فائض وعندها تربه خصب كويس. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان انا اعدل من استهلاكي شويه كويس، ما استهلكش يعني سوري الحاجات اللي هي مش هنقول المستفزه، لان المستفزه دي اصبحت حملت اوجه لدرجه ان سوري يعني مكياج الستات اصبح سلعه مستفزه، يا يعني البرفيوم اصبح سلعه مستفزه. بس يا فندم مش ايام ازاي ايام رئيس جمال عبد الناصر ايام ما كان فتره في مشاكل اقتصاديه، منع استيراد اليميش ومنع استيراد بعض السلع. اوكي امنع استيراد طيب. انا معاكي امنع كمان على فكره موسم الحج والعمره، يعني لازم يكون في قانون برضو لحد من الناس اللي بتطلع كذا مره واحنا ما عندناش عمله صعبه. اكيد هي ضوابط شويه، هي ضوابط تقوم بيها الحكومه تمام. احنا بندعو الحكومه انها تعمل، هم بيقلقوا بقى من المواطن. نعم بيقلقوا من المواطن بقى، هو ما بيقلقش من المواطن الا من دي. طب ما قلقش المواطن ليه لما عوم الجنيه ولما عمل القيمه المضافه؟ يعني وقتنا خلص ولا طب تعالى نقول بس خبر حلو للناس كده قبل ما نمشي. بما اننا مدينة بمعاناة المواطن قطشور فعلا قطشور ربنا يسهل. خلينا نقول سيد اسماعيل، علاوة اجتماعية اول يوليو للتخفيف عن المواطنين. طيب علاوة اجتماعية اول يوليو للتخفيف عن المواطنين وقانون الخدمة المدنية لما يسحب منهم بعض من ارصدتهم المادية، وتعال لأي موظف دلوقتي قولي له ان الدكتور شريف الاسماعيل بيقول لك هيديك علاوة، هيقول لك قولا واحدا كده مش عايز علاوه بس يسيب المرتب زي ما هو. ايه ده يعني لو العلاوه طبقت الاسعار هتعلى تاني؟ طبيعي طبيعي يا سيدي الفاضل. هو بيدي، انت عندك كم موظف؟ 7 مليون كويس، باعلى تقدير قالته الحكومه. لما تدي 7 مليون اللي هم ومنهم بقى طلع منهم اللي مستفيد بالعلاوه اللي هيطلعها المهندس شريف اسماعيل، طلع منهم المستفيدين من قانون الخدمة المدنية أو اللي تحت طائلة قانون الخدمة المدنية، هيتبقى عندك 1 مليون عامل اللي هم بره الحدوتة دي اللي هيستفيدوا بالعلاوة. العلاوة دي تأثيرها على السلع بزيادة السلع هتأثر على 90 مليون مصري. ربنا يستر أوكي. ربنا يستر. أنا بشكر حضرتك أستاذ حسام الحداد، وأنا كمان الصحفي المتميز والباحث في الإسلام السياسي، ودايما بتنورنا. قد يكون الحوار ساخن أحيانا ولكنه في النهاية هو لمصلحة المواطن المصري. ربنا يخليك. شكرا. منتظرينك الجمعة الجاية ان شاء الله. طيب فاصل سريع ونكمل معاكم بقى فقراتنا، فخليكم معانا.